طيب تعالى نروح. النهارده كان في ماتشين مهمين جدا قوي خالص، ماتش الاهلي وماتش الزمالك، قطبي الكره المصريه. انا بعتبر انه القطبين كان عندهم مهمه النهارده. الاهلي كان بيلعب مع سان داونز وتعادل، سان داونز احنا عارفين طبعا، سبحان الله حاجه عظمه يعني، تعادل بهدفين مقابل هدفين، ده كان ضمن منافسات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طيب في نفس الدور الزمالك خسر من الترجي التونسي بهدفين بدون مقابل. تعالى نسأل، يا ترى هل ترى هو الأهلي تعادل مع سان داونز وما كسبش ليه؟ ده سؤال، وأنا أحب الأهلي يكسب بالمناسبة في حاجات زي كده، وليه الزمالك خسر من الترجي؟ ده برضو سؤال مهم. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الكبير أستاذ محمد عراقي. ازيك يا أستاذ؟ استاذ يوسف ازي حضرتك؟ اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك، كله تمام ازي حضرتك. اشرح لنا بقى تحليلك لماتش الاهلي. والاهلي تاجلت له اول مباراه وطبعا جه دوري المجموعات ولقى صن داونز كسبان اول ماتشين، لعب هو المباراه بتاعه الهلال السوداني، اتغلب طبعا في مفاجاه انا بشوفها برضو مفاجاه كبيره. الاهلي ما كانش محضر لمباراه الهلال السوداني دي بشكل كبير، المباراه يعني كانت في المتناول، ما كانش في جمهور، الاهلي ضيع فرص كتير برضو، نفس اللي حصل النهارده في سيناريو مباراه الزمالك، ضيع فرص كتير في اول المباراه، فبالتالي المباراه كان ممكن الاهلي يحقق نتيجه افضل من كده. اللي حصل ان الاهلي اتغلب مباراه الهلال السوداني، اللي حصل بقى وقلب المجموعه بشكل كبير ان الهلال السوداني كسب القطن الكاميروني في الكاميرون، دي النتيجة اللي يمكن صعبت مأمورية النادي الأهلي، لأن يعني الأهلي كان داخل المباراة بتاعة النهاردة وصن داونز في رصيده 6 نقاط والهلال السوداني في رصيده 6 نقاط والأهلي لا يملك نقاط. طبعا مش عايزين ننسى أن الأهلي كده كده ليه مباراة مؤجلة، مباراة القطن الكاميروني، ولكن زي ما بتقولوا كده نفسيا يا يوسف، الفريقين اللي قدامك كل فريق فيهم عنده 6 نقاط، فأنت برضه بنفس الضغوط اللي كان الزمالك داخلها في مباراة الترجي، الأهلي برضه دخل النهاردة مباراة صن داونز بنفس الضغوط. الأهلي أهدر يعني فرص برضه في بداية المباراة، استقبل هدف بعد كده يعني ضيع ضربة جزاء، قدر يرجع بالنتيجة وقدر يحرز هدفين وتقدم بالنتيجة، كان المفروض إن هو يحافظ على الفوز بتاعه أو التقدم بتاعه، ولكن صن داونز فريق طول الوقت بيلعب على الهجوم ما بيرجعش للدفاع خالص، فبالتالي قدر ان هو يحرز هدف التعادل، ولحد الدقيقه 90 كمان صن داونز بيلعب على الفوز، الاهلي وصن داونز الاثنين بيلعبوا على الفوز، ولكن المباراه انتهت بالتعادل، ولكن برضو مأموريه الاهلي في المجموعه ممكن تكون اسهل شويه من الزمالك، ولكن برضو لا زالت صعبه، لان احنا بنتكلم دلوقتي ان صن داونز بنتكلم في 7 نقاط، بنتكلم في الهلال السوداني 6 نقاط والاهلي نقطه واحده، الاهلي طبعا مطالب بالفوز على طول في مباراه القطن الكاميروني اللي جايه اذا اراد الاستمرار ويعني ان هو يستمر في المنافسه على بطاقه التاهل للدور الثاني. هو لازم يفوز لان فرصته في الفوز كبيره جدا، والاهلي ما عندوش اي ضغوط نفسيه، يعني فرقه ما عليهاش اي ضغط. حصلت المجموعه مظبوط، يعني زي ما قلت لحضرتك يمكن دي الميزه اللي يتمتع بيها الاهلي في المجموعه بتاعته، ان في فريق حصاله بخلاف مجموعه الزمالك، ما فيش فريق حصاله، فبالتالي الاهلي مطالب ان هو طبعا اكيد يحقق الفوز في مباراه القطن الكاميروني اللي جايه ان شاء الله، اعتقد لما يعني يوصل للنقطه الرابعه هيرجع تاني يدخل تاني في خضم المنافسه، مع بقى اعتقد ان خلاص صن داونز زي ما الترجي حسم بطاقه التاهل عن مجموعه الزمالك، اعتقد ان صن داونز هو كمان حسم بطاقه التاهل، فبالتالي البطاقه الثانيه الاهلي هيدخل فيها في صراع مع الهلال السوداني. اشكرك جدا 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 يا استاذ، كل الشكر لزميلنا العزيز استاذ محمد عراقي الناقد الرياضي المعروف.